السلام عليكم، معكم عبد الصمد عبد الخالق من قسم الخدمات المصرفية للأفراد. راح أتكلم عن أحد منتجاتنا المتميزة وهي وديعة وكالة السلام. عندنا أربعة أنواع من وديعة وكالة السلام. النوع الأول وهو النوع المعروف واللي راح تستلمون الأرباح المتوقعة في نهاية الفترة. النوع الثاني وكالة بلاس. وراح تستلمون الأرباح المتوقعة في بداية الفترة. النوع الثالث إيزي وكالة، وراح تستلمون الأرباح المتوقعة كل شهر بشهره، وتقدرون تفتحون حساب حق هالأنواع من الودايع بمبلغ 500 دينار كحد أدنى. أما النوع الرابع وكالة طيب. اللي يميز وكالة طيب عن باقي الوكالات، إنكم تقدرون تحددون مبلغ ثابت يستقطع من حسابكم بشكل شهري وينضاف على المبلغ الاساسي وراح تستلمون الارباح المتوقعه في نهايه الفتره مع المبالغ الاضافيه وتقدرون تفتحون حساب بمبلغ 50 دينار كحد ادنى واذا عندكم اي استفسار تقدرون تراجعوني شكرا.